لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في فيديو النهاردة عن العمر الحقيقي للإعلامية سمية سماش، وهل هي فعلاً أكبر من زوجها عمار شندالي، ولماذا أخفت ابنها وخبر حملها؟ كم عمر سمية سماش؟ تعد الإعلامية الجزائرية سمية سماش من أكثر الإعلاميات التي حققت شهرة كبيرة في هذا المجال، فقد زاد البحث عنها في الفترة الأخيرة للتعرف عليها أكثر، وخاصة بعد برامجها التلفزيونية المتنوعة التي تقدمها والتي لاقت على إثرها شهرة كبيرة، بالإضافة إلى إطلالاتها المميزة وأسلوبها الراقي في تقديم البرامج، وهذا ما دفع العديد من المتابعين للبحث عن بعض المعلومات الشخصية المتعلقة بها للتعرف عليها أكثر. لذا فضلنا التحدث اليوم وفي هذا الفيديو عن معلومات خاصة حول عمر سمية سماش، وهل هي حامل فعلا، وهل لديها بنت وأخفتها عن الجميع. كل هذا وأكثر ستشاهدونه في هذا الفيديو. تعتبر سمية سماش من الشخصيات المشهورة على مستوى العالم العربي، فهي إعلامية جزائرية معروفة. ولدت سمية في دولة الجزائر بتاريخ 8 لعام 1977 ميلادي. استطاعت الإعلامية سمية سماش من تحقيق نجاحا كبيرا، فقد عزمت على تحقيق طموحها من خلال دراستها الصحافية والإعلامية، وبدأت مسيرتها الفنية في هذا المجال من خلال تقديمها البرامج. ويذكر أنها بدأت نشاطها في التسعينيات، فمن خلال تقديمها جذبت الملايين من الناس بأسلوبها الهادئ وإطلالتها المتميزة إليها، وحصلت على العديد من الجوائز لتميزها ونجاحها. والجدير بالذكر أن الإعلامية تحمل الجنسية الجزائرية، وهي متزوجة من الإعلامي عمار شندالي جزائر الجنسية، وكان يعمل معها في نفس القناة. استطاعت الإعلامية سمية سماش من تحقيق شهرة كبيرة في مجال الإعلام، وأصبح لديها متابعين كثر من جميع أنحاء العالم يبحثون عن معلومات تخصها. وسنتعرف من خلال هذه الفقرة عن السيرة الذاتية لها. الاسم سمية سماش، تاريخ الميلاد 8 من شهر يوليو لعام 1977 ميلادي، العمر 45 سنة، مكان الميلاد الجزائر، الجنسية الجزائرية، الديانة الإسلام، الحالة الاجتماعية متزوجة، اسم الزوج عمار شندالي، اللغة العربية والفرنسية. تصدرت مواقع البحث المختلفة عن عمر الإعلامية سمية سماش، نظرا لأنها من الإعلاميات المشهورة والتي حققت نجاحا كبيرا، حيث تميزت بإطلالتها الجذابة والمميزة، مما دعا الكثير من متابعيها للبحث عن عمرها الحقيقي، حيث يظهر أنها من مواليد سنة 1977، عمرها الحقيقي 45 سنة. والجدير بالذكر أن زوجها أيضا إعلامي جزائري مشهور، وكان معها يعمل في نفس القناة، واسمه عمار شندالي. سمية سماش هي إعلامية جزائرية زي ما قلنا لكم يا جماعة، تبلغ من العمر 45 سنة، وفي ناس تانية بتقول ان هي عندها 54 سنة، ولكن معلوماتنا اكدت ان هي عمرها
45 سنة، وإن عمار شندالي أكبر منها، ودي كلها شائعات. من هي ابنة عمار شندالي من زوجته الأولى التي شعلت الغيرة في قلب الإعلامية سمية سماش؟ لهذا السبب ستصدمك. كانت أخبار متداولة على السوشيال ميديا سلطت الضوء على ابنة الإعلامي عمار شندالي من زوجته الأولى، وقد استطاعت ابنة الإعلامي عمار شندالي الطفلة الجميلة أن تخطف أنظار الجمهور والمتابعين بجمالها وتلقائيتها وبراءتها. وكنا قد أشرنا أيضا أن هناك بعض الأخبار تتحدث عن حمل الإعلامية سمية سماش من عمار شندالي، ولكن خرجت سمية ونفت الأخبار وقالت أنها ليست مهتمة بهذا الموضوع وأنها تعيش حياتها الرومانسية. ورأى بعض الجمهور أن تأخر الإعلامية سمية سماش في الحمل سوف يشعرها بالغيرة من ابنة زوجها عمار شندالي من زوجته السابقة التي لم يعرفها أي أحد من الجمهور حتى هذه اللحظة، وهو لم يسرع عنها، ولكن ابنته هي التي ظهرت وخطفت الأنظار بجمالها. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.